كان عندنا سؤال على هاشتاج الاهلي خط احمر، وجهناه من خلال البيجات الرسميه للقناه وخاطبنا جماهير النادي الاهلي. كان هو السؤال ايه هي رسالتك، او من السؤال بقى ايه هي رسالتك اللي انت عاوز تقدمها للكابتن سامي قمصان ولاعبي النادي الاهلي. اتمنى ان حضراتكم تشاركونا على هاشتاج الاهلي خط احمر عبر تويتر، وان شاء الله خلال الحلقه نبدا نستعرض تويتات من حضراتكم. واحنا حاليا احنا حاليا يا جماعه يعني الحمد لله بنشكر جماهير النادي الاهلي ان دائما وابدا اي هاشتاج للاهلي خط احمر بننوه عنه هنا من خلال برنامجنا ما بنعرفش غير رقم واحد زينا زي النادي الاهلي. فبنشكر جماهير النادي الاهلي اللي عندها دائما وابدا ثقه في برنامج الاهلي خط احمر، وان شاء الله دائما وابدا يا فارس يكون الاهلي في المقدمه وبرنامج الاهلي خط احمر دائما وابدا في اي هاشتاج بيكون ترند. فكره ان احنا دايما عندنا رهان كده مع الجمهور، احنا دايما بنقول ان البرنامج ده انتوا شركاء فيه، ويمكن لما احنا تحديدا بنقول كده بنكون دايما حاسين ده انتوا شركاء نجاح دايما معانا في كل خطوه. بمجرد ما قلنا توجهوا رساله لجمهوركم كنا بنشوف ده من خلال سيل من تعليقاتكم خلى الاهلي خط احمر يتصدر على مستوى مصر خلال ساعه فارس. خلال ساعه نقدر كمان نستعرض، لان احنا وعدنا الليله ليلتكم، الليله ليلتكم، لان مفيش حد هيقدر يوصل رساله دعم قدكم ويقدر بشكل كبير يكون هو النهارده اللي بيدعم. الرساله الاولى بتقول كل الاهلاويه واثقين فيكم يا رجاله، واثقين في كابتن سامي قمصان، وانا متفائل ان شاء الله. ده من مهند، ودي بدايه الرسائل معانا. نادرة هاشم بتقول كل الثقة وكل الدعم لرجالتنا وإدارتنا، معاك يا أهلي على المرة قبل الحلوة على هاشتاج الأهلي خط أحمر. كمان كان معانا على نفس الهاشتاج كلنا ثقة في كابتن سامي قمصان وفي رجالة الأهلي، إن شاء الله القمة أهلوية بأيادي مصرية. ده قالته حنان رضا، ورسالة دعم جديدة للنادي الأهلي. أحمد علام بيقول كل الدعم الكابتن سامي وكل الدعم للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله وباذن الله كسبانين ان شاء الله يا احمد. رسائل جمهور الاهلي مستمره، ومحمد بيقول العبوا بروح النادي، انتوا ابطال الدوري، انتوا ابطال افريقيا، الاهلي دايما فوق. لسه معانا من عفاف وجايبين صوره لكابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن سامي قمصان، يا رب فرحه زي دي بكره ان شاء الله يا رب يا عفاف. معانا كمان من ماهر فوزي بيقول اسم الاهلي وتيشيرته بياخد من المنافس 50% من قوته مهما كان، يعني تقريبا بيقابل الاهلي وهو خسران، وده كلام جميل جدا وعميق ايضا. الاهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات. احنا في الانتظار امام القناة من الآن في انتظار برنامج الأهلي خط أحمر، برغم إن ميعاده الساعة 9. كاتب الكلام ده ده طبعا يعني بنشكره جدا إن يعني الراجل منتظر البرنامج من دلوقتي يعني. معانا بيبو بيقول الأهلي بمن حضر، تيشرت الأهلي له هيبة ورهبة يخشاه أي منافس، كل التوفيق والدعم لكابتن سامي، نسأل الله التوفيق له وللاعبين. ايضا اميره بتقول كل الدعم للنادي الاهلي وكلنا ثقه في اللعيبه وكابتن سامي قمصان قدها باذن الله. نقدر ناخد كمان من محمود بيقول يوم 19 ده بيحمل اكبر ذكرى سيئه في حياتي عامه، بس واثق فيكم وانه اليوم مش هيعدي غير واحنا مفرحينه. اتمنى تنسى الذكريات السيئه، لان النادي الاهلي مفيش حد يقدر يصنع في حياتنا ذكريات حلوه. وسيبك من يوم 19، خليك في رقم 19 هو 19. ونروح لاسلام خضير وبيقول ربنا كريم وان شاء الله هنفوز ان شاء الله يا اسلام. معانا مصطفى حسن كان بيقول شدوا حيلكم يا رجاله، مصر والاهلي ان شاء الله ربنا معانا وهينصرنا ويفرحنا ويرضينا باذن الله وهنفرح باذن الله تعالى. مهم جدا ناخد رسائلكم، رسائلكم كتير، بس زي ما شاركتونا احنا كمان مصممين نشارككم. لسه معانا لمياء قنصوه بتقول مباراة صعبة زي أي مباراة في الدوري، ودي لازم نتأكد عليها إن هي فعلا زي أي مباراة في الدوري، لازم نتخطاها عشان الدرع يرجع الجزيرة، قاتلوا على المكسب وإحنا معاكم، كل الدعم ليكم جهاز فني ولاعبين. الرسالة اللي جاية دي مهمة جدا من محمد المصري، بيتكلم عن كابتن سامي قمصان وبيقول بدأ من الصفر بتدريب حرس الحدود
وصعد بالفريق كمدير فني، نهل من فنيات فايلر وخبرات بيتسو، وعاصر مدربين مهمين، وهو بيراهن على كابتن سامي قمصان كالعادة زي رهاناتنا على مدربين كتير. مهم جدا ان فعلا مسيرة كابتن سامي قمصان كانت كلها مجهود وتعب لحد ما جه للحظة مهمة زي دي يا أسامة. بالتأكيد ابن النادي الأهلي وأحد أبناء النادي الأهلي المخلصين، وصورته بتطلع على طول في الوقت المناسب من ملك المصرية، بتقول كلنا ثقة فيكم، لازم تجتهدوا من أجل الأهلي ومن أجل بيبو ومن أجل جماهير النادي الأهلي. دي من عندي طبعا، نتمنى التوفيق لكابتن سامي بكرة وللنادي الأهلي. ولسه معنا فارس، معانا حياة بتقول ديربي الفراعنة مع المستديرة المصرية، الملك يتربع على عرش القمة، سيحسمها الأحمر، وإن شاء الله بإذن الله روح ولعنة المارد ستحضر. إن شاء الله بإذن الله روح النادي الأهلي تكون موجودة. ونوعدكم معانا رسائل كتير جدا على هاشتاج الأهلي خط أحمر، مش هنسيبها، هنستعرض أكبر عدد ممكن، لأن زي ما بنقول الليلة ليلتكم، وكانت دي رسالتنا المهمة جدا إن احنا نتكلم فيها. زي ما قلنا المباراة مهمة، ولكن جمهور النادي الأهلي دايما 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 هو العنصر رقم واحد في المنظومة، وهو اللي بيساند الفريق.